مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم اليومي همزه وصل. نتواصل معكم في واحد من الموضوعات اللي بتدور في فلك حياتكم. منذ قليل كنا نتابع على الهواء مباشره المؤتمر الدولي الذي عقدته دار الافتاء المصريه، وهو المؤتمر الدولي الاول لمركز سلام لدراسات التطرف. هذا المؤتمر تستمر فعالياته حتى الخميس تحت عنوان التطرف الديني، المنطلقات الفكريه واستراتيجيات المواجهه، وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. استمعنا فيه لمجموعة من كلمات بدأها طبعا معنا وزير أو دار الفتوى المصرية، معنا وزير الأوقاف، معنا متحدث عن الإمام الأكبر فضيلة الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، مجموعة من الضيوف من العلماء الأفاضل من دول العالم أجمع تشارك في هذا المؤتمر. معنا الأمم المتحدة كذلك مشاركة في هذا المؤتمر. نتابع في أهمية هذا المؤتمر. هذا المؤتمر يأتي طبعا في ضمن استراتيجية مصر لمحاربة الإرهاب، الإرهاب الذي أصبح آفة عالمية والذي عانت منه مصر كثيرا منذ تسعينات القرن الماضي، وأيضا بعد ثورة 25 يناير وبعد الخلاص من الجماعة الإرهابية التي كانت تحكم مصر لمدة عام، ومحاولات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوضع استراتيجية دولية لمكافحة الإرهاب، وأن مصر كانت دائما سباقة في هذا الموضوع، محاولة حل المشاكل في الدول القريبة مننا زي ليبيا زي اليمن زي سوريا، وأن هذه الدول ستكون مفرخات للإرهاب وللإرهابيين الموجودين طبعا فيها من كل الدول، وهم في الأساس هم عبارة عن مجموعة من المرتزقة. سنربط هذا المؤتمر الدولي الأول لسلام في دراسات الإرهاب واستراتيجية مصر لمكافحة الإرهاب، وسيكون سؤال الحلقة كالتالي. مع انعقاد مؤتمر الإفتاء، كيف يجري تعزيز الاستراتيجية المصرية لمكافحة التطرف؟ أعيد عليكم السؤال مرة أخرى، مع انعقاد مؤتمر الإفتاء، كيف يجري تعزيز الاستراتيجية المصرية لمكافحة التطرف؟ هذا سؤال حلقة اليوم. طبعا مشاركينا أو متابعينا في كل مكان يمكنكم المشاركة بالتعليق والأراء. صفحتنا الوحيدة موجودة على الفيسبوك باسم همزة وصل وبهذه العلامة المعروفة تريد مارك الصفحة وتريد مارك هذا البرنامج. دعونا ندخل بدلا من التقرير، سنستمع لمجموعة من المقتطفات الصوتية من كلمات المشاركين اليوم في هذا المؤتمر العالمي، حيث أكد مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم فضيلة الدكتور شوقي علام أن العالم يعاني من العديد من الأزمات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الإرهاب يجد في هذه المتغيرات بيئة خصبة لنشر أفكاره المتطرفة. جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الدولي الأول لمركز سلام لدراسات التطرف والتابع لدار الإفتاء. فلنتابع هذه الجالية التي لا تخفى على أحد، فبعد أن تفاءل العالم خيرا ببداية رحيل وباء كورونا، وما كاد العالم أن يتنفس السعداء من آثاره الوخيمة، إذ برياح أزمات اقتصادية عانت ولا تزال تعاني منها أغلب الدول، وألقت بظلالها على كافة مناحي الحياة، وبخاصة ما يتعلق باقتصاد الدول ومقدرات الشعوب. ظروف لم تتوقف موجات التطرف ولا هجمات الإرهاب العاتية، وكذلك فإن جهادنا المتواصل ضد الإرهاب في الداخل والخارج لم يتوقف هو الآخر، بل ولم يهدأ ولولا لحظة واحدة، وذلك أننا ندرك تماما من واقع التجارب والخبرات في هذا المجال أن جرثومة الإرهاب
إنما تنمو وتنشط وتتزايد بشكل ملحوظ في أوقات الأزمات والأوبئة وأوقات الحروب أكثر من أي وقت آخر، خاصة في أوقات الاستقرار والأمن والسلام. وفي كلمته التي ألقاها نيابة عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر، أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن السلام لا يمكن أن يتحقق من جانب واحد، مشددا على ضرورة وجود قوة تحمي. الذي نؤكد عليه أن السلام لا يمكن أن يصنع من جانب واحد أو من طرف واحد، ولا بد له من قوة تحميه، وأننا في الوقت الذي نمد فيه أيدينا للدنيا كلها بالسلام نأمل أن يكون ذلك حال عقلاء العالم أجمع، لنكبح معاً جماح التطرف الديني الذي قد ينحرف بعالم اليوم عن طريق الحوار الحضاري والسلام والعيش الإنساني المشترك إلى تطرف وتطرف مضاد وعنف مضاد تدفع البشرية كلها ثمنه باهظاً. وفي كلمة ألقاها نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أكد محمد الضويني وكيل الأزهر أن الأفكار المتطرفة لا علاقة لها بالأديان، وإنما هي نتاج الأصولية والعصبية والانغلاق لدى بعض الأفراد والجماعات. والمتأمل بإنصاف يرى أن التطرف يبوء بإثمه وعاره من يحمله في رأسه فكراً، ومن يقوم به ممارسةً، ومن يعين عليه تمويلاً ورعايةً. وأما الأديان فلا علاقة لها بذلك، ولو أننا حاكمنا الأديان والأوطان لسلوك بعض أهلها ما نجا منها دين ولا وطن. وأرجو ونحن نبحث عن الأفكار التي تضمنتها أدبيات الجماعات المتطرفة أن نأخذ بعين الاعتبار الأصولية والعصبية والجمود والانغلاق الذي ابتلي به بعض أتباع الأديان، وأن ندرك حقيقة تأثير هذه الأفكار المسمومة على عقول الشباب وأفكارهم، خاصة بعد سهولة نشرها عبر الشبكة العنكبوتية التي تحتاج من الأجهزة المسؤولة إلى مزيد من الرقابة أو الحجب حفاظاً على الهوية، ومن الأجهزة التربوية أن تنشئهم على حسن التعامل مع معطيات العصر، وأن تضع للشباب برامج بديلة تكفل لهم إشباع احتياجاتهم وتجيب عن تساؤلاتهم. لتحليل هذا الموضوع ينضم إلي عبر الهاتف الآن الدكتور سيد الشافعي من علماء الأوقاف. دكتور سيد، تحياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دعني أبدأ من الكلمة الأخيرة للدكتور ضويني، حيث قال أن تربية النشأ تحتاج إلى طريقة جديدة للتعامل معهم وللرد على جميع أسئلتهم. هل ترى أن مشكلة الإرهاب بدأت أو كان من أحد أسبابها هو تربية النشأ على الجمود وعلى فكرة أن الدين جامد؟ الحمد لله، بحمده يستفتح كل كتاب، وبفضله يصدر كل خطاب، وبنعمته يتنعم أهل النعيم في دار الثواب. أولا أتوجه بالشكر إلى قناة النيل الأخبار على وقوفها الدائم على مناقشة مثل هذه الموضوعات البناء، ثم على ثقتها الشخصية فينا دائما، ثم أتقدم بكامل الشكر لوزارة الأوقاف على إقامة مثل هذه المؤتمرات العلمية التي دائما تؤدي إلى بناء الوطن. ثم أقول وبالله التوفيق، إن الإسلام قد جاء لينبذ ظاهرة التطرف الديني ويحذر منها بما فيها من بذور الفتن والتطرف بين والتفرقة بين المجتمعات، ولأن التطرف دائما يبدأ بأمور بسيطة ليتطور إلى ما هو أكبر منها وأكثر ضررا على الفرد والمجتمع والدولة التي يعيش فيها الإنسان. وأذكر أن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: كنا نأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حذاورة،
ويقصد بفتيان حلاورة أي قرابة سن البلوغ، وهو السن الذي دائما يكون فيه العقل محط اهتمام وتنمية. يقول: فكنا نأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان يعلمنا الإيمان ثم يعلمنا القرآن فنزداد بالقرآن علما. نعم. وكما ذكرتم أن هذه الأفكار التي تربى عليها كل مجتمعاتنا كانت تحتاج إلى وسطية، إلى سرد الأخبار وإلى الوقوف على الآيات العامة وعلى أسباب النزول. ولأن دائما أفكار التطرف تنشأ عن أنهم يصطادون أفكارا عامة ثم يطرحونها إلى الناس، أصاب الكثيرون وممن أخذهم هذا الطيار هذا الجمود. ولأن التطرف دائما يقف حائطا سدا ومنيعا أمام تطور وأمام تنمية أي مجتمع، فقد عانى الإسلام بإصلاح الفرد نفسيا وسلوكيا. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا الغلو، فقال في حديثه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وهناك قرار ربما برقم 154 قد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وردت فيه توصيات بخصوص موقف الإسلامي الصريح من ظواهر التطرف والإرهاب، من بينها أن العمل الإرهابي سلوك غير مشروع ينص الدين، وهو بنص الدين وهو يندرج تحت جريمة الحرابة التي قال الله عز وجل في شأنها معاقبا فاعليها، قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله العظيم. دعني أقف عند هذه الآية فضيلة الشيخ. يعني من يقومون بالأعمال الإرهابية هم يعني مش عايزين نقول بيحطوا نفسهم كمجاهدين لله، أو إن هم في يعني بيحاولوا إن هم يطبقوا كما يقولون شريعة الله في الأرض لقتل من يروهم هم من وجهة نظرهم أنهم كافرين أو مرتدين أو ملحدين أو نسميهم كما يسمونهم، يعني اختلفت التسمية. فعندما تتحدث معهم فأنت على نقيض تماما من هذه الفكرة، وهنا يأتي دور محاولة يعني الدخول إلى مواجهة الفكر المتطرف بالفكر وتصحيح الأفكار. وأعتقد أن هذا المؤتمر يعني بذلك، وهو ما تحدث عنه رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي منذ فترة كبيرة، نحن نريد تجديد في الفكر الإسلامي، وأيضا وليس الإسلامي فقط ولكن تجديد، وأن الإرهاب هي ظاهرة عالمية والتشدد ظاهرة عالمية والتطرف ظاهرة عالمية في كل المجتمعات. دعني سيدي أولا أذكر أن من أهم أسباب شيوع التطرف الديني في المجتمعات المسلمة أن هؤلاء الذين يضعون هذه الأفكار قاموا بانتزاع بعض الآيات من السياق القرآني وفصلوها عن أسباب التنزيل واستعملوها تبعا للتركيب اللغوي مرة وفقا للتركيب اللفظي مرة أخرى. نعم. الله عز وجل مثلا يقول في سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذه الآية نزلت في شأن اليهود، كانوا يقيمون مع النبي في المدينة، طالبوا النبي صلى الله عليه وسلم يوما بأن يحكم في جريمة زنا وقعت بين يهوديين، فتجد هؤلاء الذين يسعون إلى يعني اتساع الهوة بين الأفراد وبين المجتمع ينزلون هذه الآيات تنزيلا عاما، فيقومون بتكفير الأنظمة ثم تباعا يقومون بتكفير الناس، ومن هنا ينشأ بكل قوة الفرقة بين المجتمع وإطلاق الفتية بدون علم. وقد صدر كتاب عظيم سمي أو كان عنوانه إعلام الموقعين عن كلام رب العالمين، وكان هذا الذي يفتي ويضع الناس في تكفير أو يضع الناس في مثل هذه الأمور، قد وقع عن الله عز وجل في هذه الفتية. نعم. هذا كتاب موجود الآن؟ نعم، كتاب إعلام الموقعين عن كلام رب العالمين. إعلام الموقعين عن رب العالمين. عن كلام رب العالمين. نعم. نعم. والله تبارك وتعالى حفظ حياة كل إنسان بمقتضى قوله تعالى في سورة المائدة: من أجل، بعد أن قص علينا ما حدث بين ابني آدم، قال: من أجل ذلك، أي من أجل حفظ للإنسان ولهذا البنيان الرباني، قال الله عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. نعم. فبين أن حفظ النفس
أمر من الضروريات المنوط بها على كل إنسان مسلم يعلم عن دين الله وسطيته التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عز وجل مثنيا عليه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيضا مما يجعل هذا التطرف يزيد بين الناس إنه انقطاع الحوار بين هذه الفرق وهذه الفئات وبين كل المجتمع. والنبي صلى الله عليه وسلم لو تمعن حواره بينه وبين المشركين لعلمت أنه كان يعلم الناس كيف تكون المحاورة. فهو الذي جاء إلينا بقول الله عز وجل قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. اسمع جيدا، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. والنبي يعلم أنه على الهدى الظاهر ومع نعم. هذا يقول لهؤلاء وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فلو وضع كل إنسان عقله في رأسه وجعل هذه الفرقة بعيدا واستخدم الحق العقل بوسطية ما وصلنا إلى هذه الحال، وما وصلنا إلى ما يحدث من العنف والتطرف الذي نسمع عنه ونراه الآن في مجتمعاتنا. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور سيد الشافعي من علماء الأوقاف، بشكرك على وجودك معنا وعلى هذا التعليق. وانضم إلي الآن الدكتور محسن أبو النيل من علماء الأزهر الشريف. دكتور محسن تحياتي. دكتور محسن سلام عليكم. أعتقد أننا فقدنا الاتصال بدكتور محسن. دكتور محسن هل تسمعني؟ أنا مستمع المذيع. دكتور محسن أنا المذيع مع حضرتك، تفضل. إزاي حضرتك يا فندم؟ أهلا بيك دكتور محسن. يعني طبعا إحنا أكيد تابعت هذا المؤتمر الدولي الهام، وخليني أبدأ بفكرة أن يكون لدينا مركز عالمي. طبعا احنا هذا المركز وهو مركز سلام تابع لدار الافتاء، ليست المصرية ولكن دار الافتاء على مستوى العالم التي ترأسها مصر الآن. فكرة ان يكون لدينا مركز عالمي لدراسات ما يسمى في ادبيات الفكر المتطرف، يعني عايزين نفهم ما هي ادبيات الفكر المتطرف، وان الحجة بالحجة كما يقال، لكي نفكك هذا الفكر يجب أن نحتاج إلى فكر مثله. واضح أن الاتصال انقطع. دكتور محسن يبدو أن الاتصال انقطع بدكتور محسن، سنحاول العودة إليه مرة أخرى. نحن نتحدث الآن عن المؤتمر الدولي الأول لمركز سلام. هذا المركز هو لدراسات التطرف ورجال الفكر، يعني احنا بنتكلم على مؤتمر دولي سينعقد حتى يوم الخميس، وتشارك فيه جامعة الدول العربية، ممثلين عن مجلس الأمن والأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. بنتكلم عن عدد من الوزراء والقيادات التنفيذية والمفتين ورجال الفكر والإعلام من 42 دولة حول العالم. دكتور محسن نحن نتحدث الآن عن هذا المؤتمر ومركز سلام، وفكرة أن يكون لدينا مركز يعمل في أدبيات الفكر المتطرف لتفكيك الفكر المتطرف وكما يقال الحجة بالحجة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام وعلى شعب من يعني يقوم بهذا المجهود العظيم لمواجهة هذه الجماعات المتطرفة في كل زمان ومكان وفي كل بلد من البلدان. نعم. ولا سيما أن هذا المؤتمر يعني بيحارب التطرف الديني في كل أنحاء العالم. أنا عاوز بس أوجه يعني كلمة بسيطة جدا لكل الناس، المتطرف الديني دائما يشعر الناس بأنه مظلوم، نفقة له مع الناس بعض عقلاء يعني أو اللي هم وسطاء الفكر. نعم. دائما يعيش دور الضحية، إنه هو دائما مظلوم، إنه هو على الحق. وهذا ما حدث مع ذو الخويصرة حينما كان يقسم النبي عليه الصلاة والسلام الغنائم، فقال له اعدل يا محمد، فإن الصحابة الكرام يعني هموا أن يقاتلوه، لأنه قال كلمة كبيرة جدا في حق النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا عمر والآخر أراد أن يقاتله، لماذا تقول النبي العادل هذا الكلام؟ فإن به يقول له ويحك يا عمر، اتركه يا عمر، فإن له أعوان يحضر أحدكم صلاته مع صلاتهم وقيامه مع قيامهم وقيامه مع قيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهنا
لما انت بص افكارها عبر بسطاء الفكر ان هم على الحق وانا ما عداهم على الباطل، وينبغي على الناس في كل زمان وفي كل مكان ان ينتبهوا لمثل هذه الافكار. والتجديد لا يكون بالكلام وانما يكون بالافعال، فالتجديد الديني مطلوب من اول الدراسه في الابتدائي حتى الدراسه في نهايتها. نعم. والنبي عليه الصلاه والسلام حذرنا منهم من التشدد والتنطع في الدين، وقال صلى الله عليه وسلم انما بعثت بالحنيفيه السامحه وليس بالشده ولا. طيب خليني اسالك يا دكتور محسن هنا سؤال مهم، يعني فكره لماذا كل من يريد ان يتطرف يتعلق باثواب الدين؟ نحن لا نتحدث عن الدين الاسلامي، فالكلوكلوكسانت او المناهضين للسود في امريكا كانوا يتحدثون باسم الصليب، في المنطقه الشرقيه يعني ميانمار كانوا يتحدثون باسم البوذيه، في المنطقه العربيه وفي الشرق يتحدثون باسم الاسلام، في كل مكان من يريد ان يتطرف يتحدث باسم دين معين، لماذا؟ نعم نعم، يعني المنطقة العربية يعني عانت كثيرا كثيرا من هذه الجماعات المتطرفة والفتاوى المضللة بتاعتهم اللي كانت بتجري بتخريب البلاد والعمران، يعني ما رأينا منه احد ابدا يدعو للتعمير ولا يدعو للتنمية، كلهم دعاة للخراب والدمار. الدول العربية من حولنا يعني مش هنذكر يعني هذا لا يخفى على احد، جمعانة الدول العربية من مثل هذه الأفكار. حينما نسمع مفتي ماجن متلاعب بفتوى خرج على الناس يقول اخرجوا على المؤسسات واقتلوا كذا واقتلوا كذا، هل هذا يعني من الدين أو من الإنسانية؟ ينبغي على العالم العربي كله بجميع ما فيه من طوائف أن يتحدوا لمواجهة هذه الأفكار المتطرفة، وينبغي على الناس أن يعلموا أن لهم دور عظيم، المهندس في مكانه والطبيب في مكانه والإمام في مكانه والمعلم الجامعة في مكانه، كلنا لنا دور في محاربة هذه الأفكار المتطرفة. النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني في حديثه الشريف نحن كلنا جميعا سنسأل عن ذلك، لم يستثني لا أب ولا أخ ولا شيء إلا وقال أننا سنسأل جميعا. والمؤسسات التربوية أيضا عليها دور كبير في محاربة مثل هذه الأفكار عن طريق التعليم والتنمية. نعم، أنا بشكرك دكتور محسن أبو النيل من علماء الأزهر الشريف، شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى هذا التعليق. واسمحوا لي مشاهدينا الكرام أن أذهب إلى ضيوفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، آرائهم ومشاركتهم في هذا البرنامج مهمة دائما ولها جزء يعني دائما يجب احترامه. ومجموعة من التعليقات معي، أبدأ بأول تعليق هيكون من أبرز المعجبين، دكتور عبد الراضي حجازي: إن الرؤية المصرية تعتبر التطرف بشتى صوره هو بمثابة المظلة الفكرية التي يتم الاستناد إليها من قبل التنظيمات الإرهابية الهدامة في نشر رسائلها واستقطاب المؤيدين، ومن ثم لا تتوقف رؤية مصر فقط على أساس مكافحة التهديد المباشر للمواطنين داخل المجتمع، بل مكافحة من يتبنون الفكر المتطرف ويخططون له ويقدمون له الدعم. بناء على توجيهات مفتي جمهورية مصر العربية، أهمية المؤتمر الذي يأتي بمنزلة استجابة لواجب الوقت الذي يحتم علينا جميعا الوقوف في وجه ظاهرة عنيفة محاربتها تستدعي تضافر كل الجهود من مختلف الأطراف، وجماعات الظلام أنشأوا فهما جديدا للنصوص الدينية من وحي خيالهم لا علاقة له بالإسلام إلا اسمه، أما حقيقة ما يدعون إليه ويمارسونه فهو مغاير تماما لما جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة. ألهام المنوفي: مجرد كلمة، الأزهر الشريف منارة نشر السلام والمحبة بالفكر الإسلامي الوسطي ودار الإفتاء بها رجال دين بمعنى الكلمة من رجال الأزهر الشريف، كل فتوى في موضوع أساسها القرآن والسنة النبوية، بعيدة عن فتاوى الفكر المتطرف التي ظهرت في المجتمع خلال العقد الأخير. جمال زرد كاتب حر:
محمود الضوي بيقول مع انعقاد مؤتمر الإفتاء كيف يجري تعزيز الاستراتيجية المصرية لمكافحة التطرف؟ نعم، مع التحول التكنولوجي السريع والتحدث الرقمي والمنصات الإعلامية والتواصل الاجتماعي الذي تخاطب الشعوب من وراء الستارة السوداء عبر التواصل الاجتماعي لتجنيد الشباب بأفكار مغلوطة والغلو في أصول الدين بدعوى نصرة الإسلام والإسلام منهم براء، فالإسلام هو دين السلام والتسامح والمحبة والصدق والإخلاص والمبادئ الإنسانية، فجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وإنك لعلى خلق عظيم ومتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة والإنسانية. نعم، فهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام. ده كان آخر تعليق، طبعا هو كان طويل شوية، ممكن تكملوه. نعود إلى ضيوفي عبر الهاتف. انضم إلي الدكتور أمان قحيف، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر. دكتور أمان تحياتي. أهلا وسهلا بكم مرحبا. دكتور أمان، يعني كثيرا عندما نتحدث في قضية معينة دائما ما يتم الجذب والشد حول آراء متباينة وربما مختلفة، فعندما تتحدث عن تزايد الإرهاب والفكر المتطرف يقال لنقص التعليم الديني في المدارس، أو ويرد من جهة أخرى لا، هناك تعليم ديني ولكنه بنصوص وبما يسمى تأويلات أو كتابات أو قديمة وجامدة، ونحن بحاجة إلى تغيير الفكر. هل في رأيك أن قضية التطرف الديني هي قضية تربية في الأساس؟ الحمد لله ما حمد به نفسه في كتابه، والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام رضوان الله عليهم أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يجري على لساننا ما يرضيه عنا وعنكم وعن المشاهدين والمستمعين جميعا يا رب العالمين. آمين يا رب. أن يدع المصانع أمنا أمانا سلما سلاما دائما أبدا. الحقيقة حضرتك يعني أصبت الحقيقة، قضية التطرف فعلا خاصة في مجال التطرف الديني هي قضية تربية بالدرجة الأولى، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان إيه عوده أبوه. بعض الآباء للأسف الشديد بيزرعوا في أبنائهم مسألة التطرف في قضية الاعتقاد وقضية الالتزام الديني. الالتزام الديني أهلا به ومرحبا ومرحب به وندعو إليه ونعلم الناس كيفية الالتزام، لكن النقطة الجوهرية أو الخلاف الجوهري في هذه القضية أن السؤال يدور حول كيفية الالتزام، هل الالتزام بواسطية واعتدال أم الالتزام بتشدد وتطرف وتعنت إلى آخر هذه المترادفات. فالسؤال الأساسي هو كيفية الالتزام. لا أحد يقول لك لا تكن متدينا أو لا تكن ملتزما، تدين والتزم وصلي وصوم. اسمح لي أضيف سؤال على سؤال حضرتك. لا. هل قضية الالتزام الديني أو التدين بالمعنى المفهوم الدارج، هل هو أداء الفروض والواجبات أم هو جوهر الدين والمعاملة الحسنة للآخرين وحقيقة الدين كما يقال؟ هذا سؤال أيضا يجب طرحه. تمام، بوركت في هذا الكلام. الالتزام هو أن تفعل الخير وأن تكون إنسان خادم لمجتمعك وخادم لوطنك وخادم لثقافتك، وأن تساهم في تنمية هذا الوطن، وأن تلتزم مع الله تبارك وتعالى في كل ما تقول وكل ما تفعل، بعيدا أو مبتعدا عن كل ما يؤدي إلى طريق أو أي طريق من طرق التحور أو التطرف أو التشدد في فهم المفاهيم الدينية في أي دين وفي أي عقيدة وفي أي مجتمع. الالتزام شيء والتطرف شيء آخر تماما. نعم. ده الالتزام مطلب مجتمعي ومطلب ديني ومطلب حياتي ومطلب شرعي، أن تكون ملتزما مع الله تبارك وتعالى، بمعنى لا تسرق، لا ترتشي، لا تكذب، لا تفتن، لا تروج للإشاعات، إلى آخره من هذه المترادفات. ثم إنك تؤدي أو بالأصل تؤدي حقوق الله تبارك وتعالى في العباد أو في العبادة المفروضة عليك كمسلم. أما التطرف فهو أن تبتعد عن النقطة الوسط وتميل إلى أحد الطرفين، إما طرف التشدد والتعنت وإما طرف التسيب والتساهل. نعم. لأنه فعلا كمان حضرتك
المتساهل في امر دينه تماما والتارك لدينه والغير معني بقضايا دينه هذا ايضا متطرف في الانحلال. نعم. فنحن نقول بان الوسطيه هي الاعتدال. وعلى فكره اقول لحضرتك نقطه مهمه جدا. الشعب المصري منذ قديم الازل منذ ان خلق الله تبارك وتعالى مصر فهو شعب يميل الى الوسطيه والاعتدال في كل شيء. ويرفض التطرف ويرفض التشدد في كل شيء منذ ايام تحلية امون. عندما ارادوا ان يتاجروا بالفكره الدينيه او بالقضيه الايمانيه في ايامهم رفضهم الشعب المصري في عمومه وعلى اطلاقه. ولما جاء الرومان الى مصر وتعنتوا ضد المتدينين من اخواننا الاقباط ماذا فعل الشعب المصري مع الرومان؟ تركهم وفتح صدره للمسلمين الذين جاءوا لفتح مصر. اذا الشعب المصري بطبيعته يميل ويحب ويعشق ويأتلف نفسيا مع فكرة الوسطية والاعتدال. نعم. وهذا هو جوهر الدين الإسلامي بشكل عام. لأن نعم. الله تبارك وتعالى في قرآنه الكريم يعني تقرأ في كتاب الله عز وجل الله عز وجل يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. فالخطاب هنا موجه إلى أهل الكتاب لأن لا يغلوا في دينهم. كذلك الأمر منطبق بالدرجة الأولى على كل مسلم في كل مكان وفي كل زمان. والرسول صلى الله عليه وسلم دائما يؤكد لنا أننا لا بد ومن الضروري ومن المهم أن نبتعد عن الغلو. نعم. يقول صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين. إياكم والغلو في الدين. نعم. طيب هنا نقطة مهمة جدا وصلنا لبداية الخيط وهو أن التربية الصحيحة والتربية هنا احنا نتحدث ليس على دور المدرسة فقط ولكن على دور البيت. ولكن المدرسة عليها دور كبير. فعندما يكون هناك مدرسون قادرون على تعليم الدين الإسلامي الحنيف بصحيحه وبوسطيته وبتعليم كما قلنا في البداية، هل يجب علينا تعليم الصلاة والصوم والزكاة فقط أم يجب علينا تعليم التعامل بإنسانية والتعامل بحكمة والتعامل برحمة مع الآخرين مهما كان إنسان أو حيوان مهما كان دينه ومهما كان مختلف عننا في اللون وغيره؟ يطلق عليها أسماء كثيرة، عدم التنمر الآن وأسماء حضرية أو مدنية جديدة، ولكن فكرة في الأساس هل تعليم الدين الإسلامي قاصر الآن في مدارسنا؟ نحن لا نتحدث فقط عن مصر ولكن نتحدث عن العالم العربي بشكل عام ومصر بشكل خاص، وتدريب المدرس القادر على توصيل حقيقة الإسلام. نعم، هذا كلام دقيق جدا من زاوية معينة، وهي أنه المدرس الذي يقوم بتدريس مادة التربية الدينية يجب أن يكون لديه درجة من التأهيل كافية ودرجة من الوعي المتقدمة. لذلك أنا طلبت في دراسة من دراساتي وفي مقال من مقالاتي أن نقرر مادة اسمها الوعي الذاتي، لأن الوعي الذاتي يجعل في التلميذ القدرة أو يزرع في التلميذ القدرة على يعني معرفة الأفكار المؤدية إلى التطرف أو إلى التهلكة. نعم. أو إلى آخره. لذلك التربية الدينية مسؤولية الأسرة، مسؤولية المسجد، مسؤولية الكنيسة، مسؤولية المدرسة، والمدرسة بالأساس لها دور كبير جدا. فالمدرس الذي يقوم بتدريس المادة أو مادة التربية الدينية يجب أن نحصله تعديل دقيق، أن يزرع في أبنائنا يعني كيفية صياغة علاقتهم بالله تبارك وتعالى. ما بيصيرش علاقة التلميذ بأي حد أو بمن حواليه، إنه يصيغ علاقة التلميذ بربه سبحانه وتعالى. ولا يجب بحال من الأحوال، طبعا من المهم أن نؤدي الفرائض، أن نصلي ونصوم ونزرع هذا في أبنائنا. نعم. لكن لا يجب بحال من الأحوال يا سيدي أن نختازل الدين الإسلامي كله في الصلاة والصوم إلى آخره. صحيح. فعندنا قاعدة ذهبية الدين المعاملة كما قرر الرسول الكريم. فتح الله لك. إذا الدين المعاملة، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرجل آخر أنت معه في السفر أتعاملت معه في مال إلى آخره، قال له إذا لا تعرفه. نعم. قال له ما أعرفوش. إذا الدين الإسلامي في عمومه يشمل مختلف القيم الإنسانية ويؤكد عليها. ومن انتشر الإسلام يا عزيزي في جنوب أفريقيا. نعم. وفي الهند وفي أقاصي أوروبا إلا بأخلاق المسلمين وبقيم المسلمين
وبتراحم المسلمين نعم وبتسامح المسلمين نعم يعني ليس بالضرورة بحقيقة الدين الإسلامي. نعم نعم أنا بشكرك نعم. دكتور أمان قحيف أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر، شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى هذه المشاركة. وأخيرا انضم إلي دكتور محمد العربي من علماء الأزهر الشريف. دكتور محمد، يعني هذا المؤتمر أو هذا المركز وهو مركز سلام معني بدراسة ما يسمى بأدبيات الفكر المتطرف لمحاربة الحجة بالحجة والفكر بالفكر، هل هناك فعلا ما يسمى بأدبيات الفكر المتطرف وكيف وتفكيك الفكر عن طريق الفكر الفكر ذاته؟ دكتور محمد والصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا بد أن أؤكد يعني قبل سؤال القيم وبمفهوم المخالفة أيضا أنه لا بد أن نركز على ما أكد عليه الإسلام وما جاء به القرآن الحنيف في أكثر من آية وفي أكثر من موقف. المتأمل للإسلام عقيدة وشريعة يجد أن الله سبحانه وتعالى لما تحدث عن هذا الدين العظيم على مدى 10 سنوات متتابعة من البعثة النبوية وهي أولها لم يتحدث إلا على بناء الشخصية الإنسانية ومن ثم الشخصية الإسلامية. فهذه الشخصية تبنى بالأخلاقيات كما حس الأنبياء من قبل على بناء الشخصيات الإنسانية من خلال الأخلاق، ولذلك وجدنا الثناء الأخلاقية من النبي صلى الله عليه وسلم على سلة من الأنبياء السابقين في عبارة وفي جملة ملؤها الأخلاق: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني خلاصة هذا القول أن 10 سنوات لم يكن فيها حديث عن أي عبادة، صلاة أو صيام أو زكاة أو حج، وإنما كان الحديث الأول عن الأخلاق. فكيف يتوجه الإنسان إلى ربه وهو بعيد كل البعد عن هذه القيم الأخلاقية؟ فهو تعود ثم شريعة ثم عقيدة معقودة في القلب. لذلك وجدنا أن مواجهة الفكر المتشدد والمتطرف والعنف لابد أن تنبع من نشر ثقافة القيم وثقافة التسامح بين المسلمين وغيرهم أيضا. وهذه الجماعات التي ينسب إليها هذه الأفكار المخالفة للقيم الإنسانية أولا ثم القيم الدينية ثانيا، لأننا يعني من المعروف أننا بنية واحدة، والله تحدث عن الإنسان كإنسان كبنية واحدة، فقال في آية جامعة مانعة: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. هذا أولا. ثانيا لا بد من يعني فض الاشتباك اللغوي أو الاصطلاحي بين بعض المفاهيم السائدة لدى يعني الكثيرين خاصة في وسائل الإعلام التي تخلط بين الإسلام وبين هذه الصور التي تأباها كل العقائد ليس الإسلام فقط. هذه الأعمال الإجرامية التي تشوه حقيقة الديانات ومن ثم حقيقة الإسلام. لا بد من فض الاشتباك وتصحيح المفاهيم ورد المصطلحات. وأعتقد أن هذا المركز سيكون بداية ومنارة لذلك، وهو محاربة الفكر بالفكر. أنا بشكرك دكتور محمد العربي من علماء الأزهر الشريف، بشكر كل الضيوف اللي كانوا معايا عبر الهاتف من علماء الأزهر ومن علماء الفكر الإسلامي، بنشكركم على مشاركتكم معنا. طبعا كنا نتحدث عن هذا المؤتمر العالمي الأول للإعلان عن مركز سلام للفكر والفكر الإسلامي ومحاربة أفكار التطرف. بشكركم مشاهدينا الكرام، وبالطبع بشكر كل ضيوف على مواقع التواصل الاجتماعي اللي بيتواصلوا معنا واللي بيدونا بآرائهم ومقترحاتهم، ودائما مرحب بها في هذا البرنامج اللي هو همزة وصل بيننا وبينكم وبين كل ضيوفي المحللين عبر الهاتف. بنقل لكم تحيات فريق عمل هذه الحلقة وتحيات حسام الدين عاطف. إلى اللقاء.